بسم الله الرحمن الرحيم. الصف الثالث نكمل بقى يا جماعة بقية الهرمونز أو بعض الاندوكرين جلاندس، الغدد الصماء اللي أخدناها. تاني غدة ثيرويد جلاند، ودي اسمها الغدة الدرقية، ودي موجودة زي ما أنت شايف كده الراوند أو على التراكية، على الحنجرة، على القصبة الهوائية كده من فوق، على شكل تو لوبس، على شكل فصين، وطبعا كونكتد بجزء صغير في المنتصف زي ما انت شايف كده. It consists of two lobes linked together by a small part. يبقى اتنين لوبس اهو، ومتصل في المنتصف كده بجزء صغير. تمام، ده الديسكريبشن بتاع الوصف. طب اللوكيشن فين؟ It locate in the front of surface of the neck، في مقدمة النك، on the post side of trachea، على جانبي التراكية. يبقى في مقدمة النك اللي هي الرقبة، على التو سايد اوف تراكية. تمام جدا، ده ما فيش مشكلة. تعالى بقى نشوف شغلها ايه. السكريشن بتاعها بتفرز نوعين من الهرمونز، نوعين من الهرمونز. النوع الاول اسمه سيروكسين جلاند هرمونز، سيروكسين هرمونز او هرمون السيروكسين. ده هرمون تفرزه الثيرويد جلاندس، ودي ده بيعمل ايه بقى؟ هنشوف. تاني نوع كالسوتينان، كالسوتينين او كالستونين، كالسوتينان هرمون، وده بيسموه هرمون الكالسيوم. تعال نشوف واحد واحد كل واحد بيعمل ايه. سيروكسين هرمون ده، وده مهم جدا، وده it play a main role in the assimilation. assimilation اللي هو الايض الغذائي او احتراق الغذاء مع الاكسجين to liberate الانرجي. يبقى دي اللي هو assimilation، اللي هو عملية الايض، او بيسموها التحول الغذائي. assimilation process in the body where it liberates the energy necessary for the human body from food. يبقى ده بينظم، يعني ايه؟ ما يبقاش في زي مثلا احنا نسمع اقول لك ايه، في حد عنده حرق زياده، في حد عنده حرق اقل، يبقى الحرق عنده ضعيف. الحرق عنده ضعيف او الحرق عنده زياده، ده شغله الثيروكسين هرمون المفرز من الغده الدرقيه ثيرويد جلاند. يبقى هذا الهرمون مسؤول عن ايه؟ عن عمليه الايض الغذائي او الهضم الغذائي، تحويل الطعام الى انرجي. تاني حاجه كالسوتينين، الكالسوتينين هرمون، وده بينظم نسبه الكالسيوم في الدم. يا عم كالسيوم انت زياده؟ لا انت قليل. ده بينظم نسبه الكالسيوم في الدم، كالسوتينين، اللي هو بينظم. هنا شوف بيقول لك ايه، كنترول ذا ليفل اوف ذا كالسيوم ان ذا بلاد. يبقى ده كده الهرمونين اللي بيخرجوا من الثيرويد جلاند. الغده الدرقيه بتفرز هرمونين مهمين جدا. طيب ده الهرمون. طب كل واحد عرفنا بيعمل ايه، طب ايه هي المشاكل عن نقص او زياده؟ اول حاجه بيقول ايه، الفود لازم يكون فيه ايودين اللي هو اليود. ليه؟ اليود مركب اساسي في هرمون السيروكسين. يبقى السيروكسين ده موجود في نسبه كبيره منه او عنصر اساسي فيه هو الايودين. طب لو انا الغذاء بتاعي ما كانش فيه ايودين يود كتير، هيبقى عندي مشكله في انتاج السيروكسين. تعال نشوف مع بعض كده ليه الجسم او الفود لازم يحتوي على الايودين. Because iodine enters the structures of the thyroxine hormone، يدخل في تركيب الثيروكسين هرمون، which plays a main role in the food assimilation. الثيروكسين ده بقى المسؤول عن عملية التحول الغذائي process in the body. يبقى هنا لازم يكون الطعام فيه نسبة كافية من اليود. ليه؟ لأن هذا الأيودين يدخل في structure of the thyroxine، اللي هو مسؤول عن ايه؟
عن عملية الأيض أو التحول الغذائي. تمام؟ دي الفكرة بتاعتي هنا. يبقى هنا أنا عندي النقص أو الزيادة في استروكسين يعمل خلل هرموني، هرمون ديزوردر، هرمون ديزوردر أو خلل هرموني. طب إيه سبب النقص أو الزيادة؟ النقص مبدئيا عدم وفرة الطعام لعنصر اليود. لو كان الطعام ينقص عنصر اليود هيبقى عندي مشكلة في إفراز أستروكسين. طب تعال نشوف كده. Some diseases result from the thyroxine hormones disorder. خلل هرموني في الثيروكسين. تعال نشوف كده مع بعض كده. Feature of disorder. ايه بقى وصف او هي ايه اعراض او مشاكل هذا النقص. On occurrence of the disorder of secretion of thyroxine hormone from the thyroid gland, this will lead to the goiter disease. مرض اسمه مرض الجويتر، وهذا الجويتر له تو شيبس. في عندي طبعا هنا مديك بقى الثيرويد جلاند على الشمال طبيعيه، وعلى اليمين فيها جويتر ديسيز، حاله جويتر، نقص او زياده. يبقى انا عندي اول حاجه الثيرويد جلاندس سكريت هرمونين، ثيروكسين هرمون والكالسيوتينين هرمون. طب كل واحد له مشكله ده دور. ايوه له دور. الكالسيوتينين بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه تحول غذائي مسؤول عن السيمبيشن اوف ذا فود في البادي تو ليبريت الانرجي. طيب ايه دخل اليود بالكلام ده؟ لازم الفود يكون في نسبه يود. ليه؟ بيكوز اليود ده يعتبر من استراكشر في استروكسين هرمون. تعال نشوف بقى كده ايه المشاكل الناتجه عن هذا النقص او الزياده. عندي اتنين يا جماعه، اتنين هرمون، اتنين جويتر. في عندي جويتر اسمه الجويتر البسيط اللي هو سيمبل جويتر، والنوع التاني من الجويتر اسمه اكسوفتالاميك، الاتي اتش سايلنت اكسوفتالاميك جويتر. يبقى انا عندي سامبل جويتر واكسوفتالاميك جويتر. طب ايه ده وايه ده؟ اول حاجه السامبل جويتر ده هو عباره عن ايه؟ ديسيز جاي من ايه؟ من ديكريز، نقص، ديكريز ان سيكريشن اوف ثيروكسين هرمون ديو تو طبعا ليك اوف نقص في الايودين سوليوشن لاين في الفود، ايودين from the food as it enters the hormones structure. يبقى أول نوع من أنواع الديزوردر أو الخلل الهرموني بالنسبة للثيروكسين سيمبل جويتر. سيمبل جويتر بيسمى الجويتر البسيط، وده سببه إيه؟ سببه النقص في الثيروكسين as the decrease في الأيودين في الفود. تمام. طب إيه أعراضه ديت بقى؟ إيه أعراضه؟ سيمبتومز بتاعته إيه في ديسيز؟ اول حاجه enlargement of thyroid glands and the neck. شايفين كده في الصوره هي واضحه جدا، في enlargement، في تضخم في الثيرويد جلاندس وفي الرقبه. ده اعراض السيمبل جويتر. طيب ده سببه decrease في secretion of thyroxine. طيب نشوف الثاني exophthalmic جويتر اللي هو الجويتر بيسموه الجحوظ. الجحوظ اكسوفلاميك جويتر ده عباره عن ايه؟ قال لي والله ده عباره عن اول حاجه سببه انكريز في سيكريشن اوف ثيروكسين هرمون، زياده في افراز الثيروكسين بلارج اماونت، بكميات كبيره. طب ده ايه اعراضه؟ نفس الاعراض هنا بلس، يعني انلارجمنت في ثيرويد جلاندس بس اكومبيت باي ايه؟ لوس اوف ويت، نقص في الوزن، تنشن، توتر عصبي and exophthalmitis. exophthalmitis اللي هو جحوظ العينين. شايفين الست ديت مبرقة ازاي؟ ايوه هو ده بقى، ده اسمه جحوظ العينين. العين جحظة كده، يعني ايه؟ كأنها طالعة لبره. ده سببه increase في secretion of thyroxine hormone من الثيرويد جلاند. يبقى ده السببين عند الاعراضين اللي عندي.
واحد منهم سيمبل جويتر وده ديكريز، واحد تاني اسمه اكسو فلامك جويتر وده اللي هو انكريز. واعراض ده خلاص واعراض ده خلاص. What happens when the deficiency of the thyroxine hormone secretion نقص في الهرمون بتاع الثيروكسين؟ طبعا على طول واضح هيسبب ايه؟ السمبل جويتر. ده ذا هيومن ويل سفر فروم ذا سمبل جويتر اللي احنا قلنا عباره عن انلارجمنت في ثيرويد جلانديس اند ذا نيك. كده نمبر 3، نمبر 3 من الغدد الصماء، تمام، الاندوكرين جلانديس، وقلنا ثلاثة دلوقتي. نمبر 3 بقى، نمبر 3 ادرينال جلانديس، الغده الايه؟ الكظريه. دي غده موجوده adhering the top of the kidney، يعني بجوار اعلى الكدني الكليتين، حتى ساعات بيسموها كده بالدارج بيسموها الغده الجار كلويه، يعني جار الكلى، موجوده على قمه الكلى زي ما انت شايف كده على الكليتين. طيب يا ترى ايه هي وضعها؟ زي ما اتفقنا خلاص بسايد او adhering the top of the kidney السكريشن بتفرز هرمون اسمه هرمون الادرينالين، وطبعا كلنا نعرف نسمع عنه الادرينالين ده، حتى في تقريبا فيلم باسمه كده اسمه ادرينالين. طب انت بتعمل ايه يا عم ادرينالين؟ يعني ايه شغلتك بالظبط؟ الهرمون ده يا جماعه باختصار هو هرمون مسؤول عن تحفيز الجسم لايه؟ تحفيز الجسم لاي طارئ او اي عرض طارئ يمر عليه. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد، مثلا مثال، انا دلوقتي ماشي قابلني مثلا كلب، الكلب ده على طول مثلا بيرعبني، فالجسم علشان استجيب لهذا المؤثر لازم الادرينال جلاندس تفرز هرمون الادرينالين اللي انا بعد كده بيحفز نشاطي ونشاطنا اكتر للتعامل مع الموقف، للتعامل مع المخاطر، تمام، اللي هي الامرجنسيز، الامرجنسيز اللي هي المخاطر. يبقى الادرينال جلاند ادرينال ادرينال جلاندس ادرينال جلاندس بتفرز الادرينالين هرمون، وده مهم في استيميتنج ذا بادي اوف اورجانز تو ريسبوند emergencies like fear, angry and emotion. يعني هنا بيحفز الجسم للمخاطر او اي خطر ممكن ياثر على الجسم او يتعرض له الجسم، تمام. emergencies like fear, angry and emotion. يبقى هنا الجسم التعامل مع المواقف الخطره اللي هي المواقف الخطيرة أو المفاجئة إزاي؟ باي إدرينالين هرمون، وده إدرينال جلاندس هي اللي بتفرز هذا الهرمون نتيجة التعرض إيه؟ الإمرجنسيز اللي هي المخاطر أو الطوارئ، أي حاجة طارئة الجسم يستجيب بها إزاي؟ إن هذه الغدة تفرز هرمون إدرينالين اللي بيحفز الجسم للتعامل مع هذه المواقف، اي خطر او اي موقف الواحد تعرض له. حتى يقول لك ايه؟ يقول لك الضاج لو جريت من الضاج يجري وراك، هو مش عشان كده، لا، علشان الادرينالين هرمون ده بيفرز وبيحس فيه او بيستشعر فيه الخوف منك، وبالتالي هنا بيجري وراك لانه عارف انت خفت منه خلاص. ده بالنسبه للادرينالين ادرين جلاندس الغده الكظريه موجوده adhering the two kidney، وده بتفرز الهرمون سيكريت ادرينالين هرمون، وده اللي بيحفز استيميت ذا بادي اورجانز تو ريسبونس تستجيب للامرجنسيز لايك فير انجري اند ايموشن. وات هابن وين ا مان اكسبوزد تو فير اور هورر اللي هو خوف او رعب،
طبعا اول حاجه الادرينال جلاند يا جماعه ما بتشتغلش لوحدها. اخذنا اول حاجه خالص يبقى تيوتري جلاند اللي بيسميها ماستر اوف جلاندس اللي يسميها سادس الغدد الصماء، دي بتفرز هرمونات تنشط بيها الاذر جلاندس. يبقى هذه الغده لن تفرز ادرينالين الا اذا جالها امر من البيتيوتري جلاند تقول لها افرزي. يبقى عشان هنا اتعرضت للخطر الغدة مش هتتعمل لنفسها. أول حاجة البيتيوتري جلاند ريسبوندس باي تستجيب بأنها تعمل سيكريشن للسيكريت اوف ادرين جلاند اكتيفيتنج الهرمون المنشط للغدد الخزرية. يبقى الغدة الادرين جلاندس مش هتشتغل لوحدها، لازم الأول يجي لها أمر من البيتيوتري جلاند علشان هي سكريت الادرينالين. يبقى اول حاجه بتويتري جلاند اكسبوز تو ذا سكريشن ريسبونسز وتبدا تعمل ايه، تفرز ايه ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون الهرمون المنشط للغده الكظريه. سو ذيس ادرينال جلاند سكريت ادرينالين، لما يجي لها الهرمون المنشط من الغده النخاميه تبدا تفرز الادرينالين هرمون which برضه stimulate the body organ to respond to emergencies. يبقى الفكرة كلها ان الادرينال جلاندس مش هتفرز ادرينالين لوحدها. الادرينال ليه؟ لان لازم يجي لها هرمون منشط من البيتيوتري جلاند. يفرز الهرمون المنشط تبدأ الادرينال جلاندس secrete ادرينالين اللي هو قلنا stimulate the body to respond to the emergencies. ده كده نمبر 3 الغده نمبر 3. يعني ملاحظين الليسن كله عباره عن ايه؟ غده الفلانيه موجوده في الحته الفلانيه وشغلتها كذا وكذا وكذا. يعني كل الليسن عباره عن ايه؟ عباره عن هرمونز وكل او غدد وكل غده لها سكريشن من هرمون معين، وبعد كده الهرمون ده ايه وظيفته في البادي او في الجسم. ده كل الليسن اللي عندنا كله. نيجي بقى للحته المهمه واللي جدا بتيجي فيها امتحانات كتير، في الامتحان بتيجي كتير جدا، البنكرياس جلاند الغده البنكرياسيه. الغده البنكرياسيه مكان الاول فين؟ مكانها لوكيت بتوين ذا ستومك اند ذا سمول انتستين، ما بين السمول ستومك المعده والسمول انتستين الامعاء الدقيقه، ده مكانها. وقلنا وانتوا عارفين كلها انها عامله زي فرع الشجر كده. السكريشن طبعا الغده دي دبل فانكشن وكمان دبل جلاند. يعني حتى ساعات بيسموها، يجي لك يقول لك ايه جيف ريزون ليه بيسموها ميكسد جلاند. ميكسد جلاند ودبل فانكشن يعني الاثنين مع بعض، ميكسد جلاند ودبل فانكشن. الاول ميكسد جلاند ليه؟ لانها بتفرز نوعين من الاشياء هرمونز وجوس. يعني بتفرز هرمونات، هنقول دلوقتي الهرمون بتفرزها ايه، وفي نفس الوقت بتفرز عصارة هاضمة. العصارة الهاضمة اللي احنا عارفينها بتاعت البنكرياتيك جوس المسؤولة عن هضم الطعام في عملية الهضم. تمام؟ فعشان كده بقول عليها انها ميكسد جلاند، غدة مختلطة. انما غدة مزدوجة الوظيفة هنقول ليه دلوقتي. أول حاجة بتفرز ايه؟ بتفرز نوعين من الهرمونات. الهرمون الاول واحنا كنا عارفينه الانسولين. الانسولين ده اللي احنا عارفينه كلنا بياخده مرضى السكر انسولين. وهرمون تاني اسمه جلوكاجون. انسولين هرمون وجلوكاجون هرمون. طب ده ايه وده ايه؟ تعال نشوف الاول انسولين. الامبورتانس ات ديكريز ذا ليفل اوف ذا جلوكوز شوجر ان ذا بلاد. خليك معايا، الجسم الانسان لازم يكون الدم بيكون في نسبه من الشوجر جلوكوز شوجر، بس النسبه دي لازم تكون نسبه محدوده سبيسيفيك ليميتد محدده. تزيد مشكله تنقص مشكله. مين اللي بيتحكم في تظبيطها؟ الانسولين.
بس الانسولين بيتحكم في ايه؟ في تظبيطها من حيث الزياده. يعني ايه من حيث الزياده؟ يعني لو حصل زياده الانسولين يقللها عشان ترجع للمستوى الطبيعي. طب حصل نقص؟ لا، ده بقى مش شغل الانسولين. يبقى الاول الانسولين بيعمل ايه؟ بيعمل ديكريز او ريديوس للليفل بتاع الجلوكوز شوجر في البلد. هنقول ازاي؟ طيب الناحيه التانيه الجلوكاجون هرمون ده بقى العكس، بيعمل ايه؟ بيزود رايسز، يزود الليفل، انكريز الليفل بتاع الشوجر الجلوكوز شوجر في البلد لو حس انه نقص. يبقى لو هنا عندي الاثنين بيعملوا عكس بعض، وكل واحد المسؤول، الاثنين مسؤولين عن ايه؟ عن ضبط السكر في الدم، ضبط الليفل اوف ذا شوجر ان ذا بلاد. ازاي؟ ان هو لو حصل زياده في الجلوكوز شوجر ان ذا بلاد يبدا الانسولين يتدخل. طب الاثنين مين بيفرزهم؟ البنكرياس. بس لو حصل زياده يبدا الانسولين يتدخل بان هو يقلل هذه الزياده ونقلل الليفل بتاع الشوجر في البلد. طب تعال نشوف كده، يا ترى الانسولين هيعمل ايه عشان يقلل مستوى السكر؟ حاجتين: stimulating the body that occur by stimulating the body، تحفيز الجسم على ايه بقى؟ نمبر 1 تحفيز البادي سيلز تو يوز جلوكوز as a source of energy. يقول لها يا بادي سيلز احنا عندنا سكر جلوكوز كتير في الدم، بالله عليك لو عوزتوا اي انرجي ما تتكسفوش، خدوا على طول من الجلوكوز شوجر اللي في البلاط عشان نقلله شويه، عشان نخفف شويه. ويبدا الجسم لما يجي يحتاج الى اي انرجي ما ياخدش بقى من السكر المختزن، لا يبدا ياخد من السكر الجلوكوز اللي في الدم ويحرقه علشان تطلع الانرجي اللي هو محتاجها. يبقى هنا اول وظيفه من وظائف الانسولين هو يظبط ازاي ان هو يرجع مستوى السكر طبيعي باي ريديوسينج ذا ليفل اوف ذا جلوكوز شوجر. ازاي؟ اول حاجه ان هو استيموليتنج ذا بودي سيلز تو يوز الجلوكوز شوجر از ا سورس اوف انرجي، ادي واحده. الحاجه الثانيه يروح للكبد. يا كبد، نعم والله يا كبد انا عندي شويه جلوكوز شوجر في البلاط كتير، ايه رايك لو ساعدتنا وجمعت جزء كبير منها وخزنتها عندك عشان اقلل المستوى، ولو احتجتها يا سيدي هاتها. يقول له ماشي. يبدا يحفز الليفر سيلز تو ستور الاكسس جلوكوز شوجر ان ذا بادي ان ا فورم اوف جلايكوجين. تاني حاضر. يبقى هذا النوع او الانسولين بيعمل ايه؟ تاني حاجه يحفز الليفر سيلز. يا عم ليفر احنا عايزين منك خدمه لو سمحت، ايه هي؟ انا عندي جلوكوز شوجر في البلاط كتير، ايه رايك لو ساعدتنا واخدت ده وحولته الى جلوكاجون جلايكوجين، اسف جلايكوجين عندك في البادي، وده علشان نقلل من نسبه السكر في الدم. يبقى تاني حاجه هون ان هو الليفرز يحافظ الليفرز تو ستور اكسس جلوكوز شوجر ان ذا بودي فورم ان ا فورم اوف جلوكاجون، اسف جلايكوجين، اسف جلايكوجين، اسف الجلوكاجون ده الهرمون، اسف جلايكوجين. يبقى الانسولين يحفز السيلز بتاعت الليفر تو ستور ذا جلوكوز شوجر in a form of جلايكوجين. جلايكوجين اللي هو جلايكوجين بيتنضج جلايكوجين ده بالنسبة للإنسولين. يبقى الإنسولين بيقلل من الليفر بتاع الجلوكوز شوجر في البلد بطريقتين. هيقول لك كده what is the function of insulin hormone، هيقول له هتقول لك ايه انت اجابتك reduce the level of the glucose sugar but by
نمبر 1 stimulating the body cells to use glucose sugar to liberate or to get the energy. Number 2 stimulate the liver cells to store glucose sugar in the body in a form of جلايكوجين أو جلايكوجين. طب ده بالنسبة للإنسولين. طب الجلوكاجون، قلنا الجلوكاجون ده عكس الإنسولين. لما يلاقي الليفر، يلاقي الليفر بتاع الشوجر في البلاد قل، يبدأ إن هو يزوده. إزاي بقى يزوده إزاي؟ فاكرين؟ الليفر كنا محوشين عنده شوية جلوكوز على شكل جلوكوجين. نرجع للليفر بقى، يبقى الجلوكاجون يرجع لليفر. فاكر انا كان عمه انسولين مخبي عندك او مخزن عندك شويه سكر على شكل جلوكوجين، من فضلك هات لي السكر ده عشان محتاجينه. يبقى بيرجع مستوى السكر ازاي؟ stimulating the liver cells to convert تحول stored جلايكوجين او جلايكوجين الى انتو جلوكوز مره تانيه في البلاد related in the blood esteem and to be available to the body cells. يبقى هنا يرجع مستوى السكر ازاي؟ السكر اللي كان متخزن في الكبد على شكل جلايكوجين يبدا يرجعه تاني او يحوله مره تانيه الى جلوكوز شوكر ويسيبه في البلاد. ادي الفكره يا جماعه. علشان كده الاتنين عكس بعض. حتى الراجل عملها لي في دياجرام اهو، انسولين هرمون كونفرت الجلوكوز شوكر في البلاد انتو جلايكوجين، وده في الليفر سيلز. ده لو كان مستوى السكر عالي. علشان كده اللي عنده سكر عالي يقول لك ايه؟ خد حقنه انسولين. ياخد حقنه انسولين ليه؟ عشان الانسولين ده يقلل مستوى السكر ويحفز حاجتين، البادي سيلز تو يوز الجلوكوز في انتاج الانرجي، ويحفز الليفر سيلز تو كونفرت الجلوكوز الى جلايكوجين. طب لو كان مستوى السكر قل قوي عن اللازم، يعني حد خد انسولين كتير وما اكلش وبالتالي نسبة السكر نزلت، يقول لك الحق يا عم اديله أي حاجة حلوة. هنا بقى لو هو عنده مرض السكر يبقى عنده مشكلة في الإفرازات، لكن لو هو ما عندوش طبيعي الجسم هيظبط نفسه. إزاي؟ إن برضه هتم إفراز الجلوكاجون اللي هو هرمون الجلوكاجون اللي أهو بص بقى هنا، جلوكاجون هرمون كونفرت الجلايكوجين اللي في الليفر سيلز يرجعها مرة تانية جلوكوز في الدم عادي بقى ويرجع النسبة الطبيعية. يبقى لو النسبة زادت الانسولين يتدخل، لو نسبة الجلوكوز في الدم قلت الجلوكاجون يتدخل. الانسولين يقلل النسبة للنورمال، الجلوكاجون يرفع النسبة للنورمال. يبقى الفانكشن اوف الوظيفة بتاعت الانسولين يا جماعة هتبقى عكسية لوظيفة مين؟ لوظيفة الجلوكاجون. يبقى الاتنين كونتراست مع بعضها اللي هي عكس بعضها. زي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ The function of the glucagon hormone contradicts. كلمة contradicts يعني عكسية أو مضادة. Function of glucagon hormone contradicts to the function of insulin. يعني الانسولين برضه contradicted مع الفانكشن بتاع الايه؟ الجلوكاجون. يبقى الجلوكاجون والانسولين اتنين عكس بعض. contradicts each other. يبقى الانسولين والجلوكاجون contradicts each other. يعني وظيفة عكسية للآخر. واحد يزود نسبة السكر، واحد يقللها تاني. هنا بقى السؤال اللي قلنا عليهم في الاول خالص، ليه البنكرياس ده ميكسد جلاند؟ وليه البنكرياس ده دبل فانكشن؟ الاول ميكسد جلاند ليه؟ الغده يا جماعه شايفين البنكرياس اهوت بالظبط عامل زي ورقه الشجره اهون، وده بيطلع حاجتين، في
لانجرهانز، في جزر او قطع فيها كده اسمها لانجرهانز، ودي اللي بتفرز الهرمونات اللي هي اندوكرين جلاندس. اندوكرين جلاندس يعني غدد صماء ما عندهاش داكس، داكس اللي هي قنوات او تيوبس، بتفرز هرموناتها مباشره في البلد. وديت الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه في قناه في الوسط اهي، القناه دي اسمها القناه البنكرياسيه، ودي بتفرز العصاره البنكرياسيه، digestive juice، عصارة هضمية للطعام. Because pancreas acts as ductless gland، غدة لا قنوية، which secretes the insulin and the glucagon hormone directly في البلد. وده أول حاجة علشان تظبط regulate the liver of the sugar. تاني حاجة and also acts as duct gland، ducted اللي هي غدة قنوية، تمام؟ which secretes the digestive juice to the pancreatic duct اللي هي القناة البنكرياسية اللي احنا عارفين انها بتساعد في هضم الطعام. يبقى هنا كده ميكسد جلاند بتطلع هرمونات يعني لا قنوية في الدم على طول، وبتطلع جوسز عصارة هاضمة تهضم الطعام في ducts او قنوات. تاني سؤال بيقول لي give reason البنكرياس is double function gland، وهنا بقى العمليتين العكسيتان اللي احنا قلنا بتاعت الغدتين اللي هو الهرمونين اللي هي contradicts each other. Because البنكرياس secrete insulin hormone and the glucagon hormone and the function of each hormone is contradicts of function of the other. يبقى وظيفة كل واحد عكسية مضادة أو متعارضة مع وظيفة الطرف الآخر. ده كده بالنسبة للبنكرياس. حتى السؤال ده جميل جدا، جايب الرسمة دي، واضح إن الإكس دي معناها إن الليفل بتاع السكر قل. يا ترى بقى مين اللي هيشتغل هنا؟ الأنسولين ولا الجلوكاجون؟ تمام، الجلوكاجون طبعا، لأن إحنا قلنا الجلوكاجون لما الليفل بتاع الشوجر يقل عن النورمال الجلوكاجون يتدخل، ولما يتدخل يبدا يرفع مستوى السكر ان هو استيموليت ذا ليفر سيلز انها تعمل ايه؟ تعمل كونفرت للجلوكوجين اللي متخزن جواها، ترجعه مره تانية الى جلوكوز شوجر في البلاد، وكده رجع مستوى السكر للنورمال. يبقى الاجابه عندي الهرمون اللي هو جلوكاجون هرمون اللي هو ذا جلاند ويتش سيكريت ذيس هرمون هي البنكرياس، ووظيفه هذا الهرمون ان هو استيميت ذا ليفر سيلز تو كونفرت الجلايكوجين الى مره ثانيه الى سكر جلوكوز في البلاد. بعض الديزوردر الناتجه عن نقص هذا الانسولين اللي احنا عارفينه بقى مرض السكر، ديابيتس اللي هو مرض السكر، وده نتيجة نقص في إفرازات هرمون الأنسولين. يبقى نقص في الأنسولين يؤدي إلى مرض السكر، أو بيسموه حتى المرض البولوس السكري أو السكر يعني كان يعني ديابيتس. الديابيتس ده اللي هو ما سببه decrease في secretion of insulin ديابيتس. تعال نشوف كده إيه الموضوع بتاعه. It is a decrease it is a decrease causes by a disease sorry caused by the decrease in the secretion of insulin hormone which led to the increasing the liver level of the glucose sugar in the blood and existence in the urine. حتى وجوده في اليورين، عشان كده بيقولوا بيسموه البول السكري. يبقى زياده نسبه السكر في الدم بسببها نقص في هرمون الانسولين، تمام؟ وعلشان كده مرضى الديابيتس بياخدوا ايه؟ بياخدوا حقن انسولين. حقن انسولين ده بشري، يعني انسولين ماخوذ من البشر، يعني انسولين بشري، وهذا الانسولين بيظبط او بيعوض النقص في الانسولين لما يغضوا حقنه انسولين قبل الاكل علشان يحفز الجسم. لما ياكل طبعا نسبه السكر هتزيد، يبقى هنا يحفز الجسم ان هو يقلل هذه النسبه مره ثانيه. الريزون decrease in secretion of insulin hormone which lead to the cell that
unable to use الجلوكوز، غير قادرة على إنها تاخد الجلوكوز ولا حتى الليفر إن هو يحول الجلوكوز إلى جليكوجين. آخر حاجة أعراضه feeling very thirsty and multiply urine times، بتزود من مرات اليورين. هنقف لحد كده في الجزء ده النهارده، احنا كده كده عندنا سيشن بكره كمان، فيبقى كده كويس قوي.